الحديث مشاهدينا عن آخر تطورات التظاهرات في العراق. معنا من عمان السيد إياد العناز الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بكم. نبدأ من التطورات في البصرة، قتل متظاهرين في ناحية الهوير، هناك اعتقالات في هذه الناحية، كيف تقرأ ما يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. حياك الله. تبقى الانتفاضة الشعبية العارمة في وسط جنوب العراق التي يقوم بها أبناؤنا هناك، هي خير دليل على رفض العملية السياسية والطلب بحقوقهم والمطالبة بالدفاع بالمطالبات الحقيقية في حياة حرة كريمة. ما حدث في ناحية الهوير هذا اليوم هو خير دليل على استمرار هذه الانتفاضة، بل تغيير المعايير فيها، في حيث أن رؤساء العشائر بدأوا الآن يتضامنون أكثر مع المنتفضون، واليوم طالبوا بإخراج قوات التي قامت باعتقال العديد من المنتفضين وقامت بقتل أحد بإصابة وقتل أحد المنتفضين والآخر قتل أثناء عملية التعذيب التي جرت في أحد السجون التي اعتقل فيها. ولهذا استمرت هذه العمليات أكثر والاعتصامات مع الانتفاضة والمطالبة بإخراج القوات الأمنية. ومما حدث القوات العسكرية والأمنية في ناحية الهوير بإعلان حاضر التجول للسيطرة على الموقف. الموضوع لا يتعلق به حالات شغب كما يحاول الإعلام المعادي أن يصوره، هي حالات مطالبة وحالات انتفاضة عارمة بوجه العملية السياسية التي أصبحت تشكل إبعا ثقيلا على أبناء العراق، وبحيث أصبح العراقيون يشعرون جيدا أن هذه العملية إنما شهدت منذ الاحتلال والغزو الامريكي منذ عقد ونصف من العام لم تحقق لهم غير ضياع ثرواتهم وضياع حياتهم، كثيرا من الاحتفالات، كثيرا من ضياع الخدمات، يدر ملايين الدولارات يوميا من خلال عمليه التصدير من اجل ذلك عبر محافظه البصره والمحافظات الاخرى. هناك من اجل ذلك سيد اياد، عفوا، هل تعتقد ان هذه الاجراءات القمعيه يعني للسلطات الحكومية لن تثني المتظاهرين عن مطالبهم؟ كلما هل إذا كانت السلطات الحكومية والقوات الأمنية تعتقد أن بهذه الإجراءات القمعية وباستخدام العنف واستخدام خراطيم المياه الحار أو استخدام السلاح المتوسط والثقيل أنه سيؤدي إلى قمع هذه التظاهرات، هم واهمون. هذه ستزيد من عنفوان ومواجهة أبنائنا من المنتفضين، من أبنائنا في الوسط الجنوب، وصدورهم ستكون عامرة بالإيمان في تحقيق متطلباتهم وتحقيق الغاية التي خرجوا منها. الآن الموضوع ليس موضوع خدمات، وليس موضوع كهرباء، وليس موضوع ماء وتعيينات. الموضوع الآن أصبح مطالبة بطرد الأحزاب العميلة التي ترتبط بإيران وخروج الميليشيات التي أصبحت أداة من أدوات الدولة العميقة التي ترعاها إيران داخل العراق. إذا تتفق مع بمنع النفوذ والهيمنة الإيرانية في العراق، تتفق مع ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية التي أكدت أن هذا الغضب الشعبي ينذر بعاصفة قد تطيح بالعملية السياسية برمتها؟ وهو ما سيكون إن كان نحن الآن نعلم أن هذه الانتفاضة هي امتدادة للانتفاضات عديدة، ليس الانتفاضات التي حدثت والتظاهرات التي حدثت في معظم محافظات العراق التي امتدت من عام 2013 ولحد الآن. نحن نقول أن هذه الانتفاضة الشعبية امتداد للانتفاضات الشعبية التي قام بها أبناء الشعب العراقي في وسط جنوب العراق في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وكيف استطاعوا أن يقفوا بوجه الاستعمار البريطاني وأن يحققوا غاياتهم. هذا الامتداد الشعبي وهذا التاريخ والعرف الحضاري والتاريخي سيبقى هو العبق الحقيقي لحقيقة ديمومة واستمرارية كرامة وعزة الشعب العراقي. ولكن يعني العراقيون فقدوا الثقة في الحكومة والأحزاب السياسية، ولكن ألا يعي شركاء العملية السياسية هذه الحقيقة، وكيف تفسر استمرارهم بهذا المنهج؟ هم يعلمون حقيقة الأمر أن الشعارات الآن ترفع كما قلت هي ترفع ضد العملية السياسية، بس الآن الشعارات لو قرأناها جيدا ورأيناها في محافظات البصرة والمثنى والناصرية والنجف، فلا تطالب بإبعاد الأحزاب السياسية عن السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية في العراق، تطالب بإبعاد جميع الأحزاب ومقراتها من أن تتواجد في محافظاتهم. هم علموا حقيقة الأمر ووجهوا رسالة الأولى كانت
بعزوفهم عن الانتخابات النيابية التي حدثت قبل 3 أشهر وفي 12 من مايو 2018 عندما كان عدد عندما كان هناك عزوف عن المشاركة بحسب بلغة 20%، والآن جاء دور الانتفاضة وستكون دور الرسالة الثالثة هي عملية التغيير الشامل للعملية السياسية وإسقاطها. من عمان هاتفيا سيدي هادي العناز الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك.